مشاهدينا من جديد أهلا وسهلا بكم. قبل حوالي أو أكثر من أسبوع منذ بداية الفاتح أوت إلى غاية الخامس أوت كان في هناك اجتماع في مالي بين السلطات المالية والقوات أو الجماعات المسلحة في مالي، وتم الاتفاق على نقطة بقيت معطلة ولم تكن محل اتفاق لسنوات، وهي إعادة إدماج المسلحين الماليين في الجيش المالي. بعده مباشرة بعد نهاية الاجتماع، هو كان اتفاق تاريخي قبل أربعة أيام، بعد الاجتماع مباشرة زار وزير الخارجية المالي الجزائر والتقى هنا مع وزير الخارجية نظيره وزير الخارجية الجزائري المطلع ممرة، وكان في هناك اتفاق حول مبادرة الجزائر لأجل السلم والمصالحة في مالي، وإشادة بدور الجزائر والعمل الجزائر على مساعدة مالي في بسط الاستقرار في هناك. مباشرة بعد هذه الزيارة أمس للأسف وقعت عملية عسكرية وعملية إرهابية راح على إثرها 17 جنديا ماليا قتلوا وأربعة مدنيين. عملية إرهابية تطرح الكثير من التساؤلات، خصوصا بسبب تزامنها مع الاتفاق التاريخي هذا الذي حدث في مالي بين الجيش والسلطات المالية والجماعات المسلحة. لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ نحاول أن نعرف ونجيب على هذا السؤال مع ضيوفي في البرنامج، بداية بضيفي من باماكو بمالي السيد محمد بن مصطفى سانكاري، كاتب صحفي وباحث في الشؤون الإفريقية. مرحبا بك سيد محمد بن مصطفى سانكاري. توقيت هذه العملية العسكرية، هذه العملية الإرهابية التي قتل على إثرها 17 جنديا ماليا وأربعة مدنيين، توقيتها يطرح أكثر من علامة استفهام بسبب تزامنها مع الاتفاق الذي حصل في مالي قبل أيام فقط. هل لهذه العملية برأيك علاقة مع الاتفاق هذا الذي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الشروق الجزائرية. تعليقا إجابة على سؤالكم، هذه العملية يمكن أن نقول بأن لها علاقة باتفاق السلام بين مالي والمسلحين في الشمال وبين الجزائر، ويمكن أن نقول بأنه لا علاقة بينهما. تفسير تحليل ذلك أن يعني أولا الذين قاموا بهذه العملية الإرهابية هم يعني جماعة أنصار الدين وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين لأحمد بوبا الذين ينادون يعني بالدولة الإسلامية وبجهاد في مالي، وبينما اتفاق كان بين مالي وبين مسلحين الطوارق في الشمال مالي يعني الذين الذين خرجوا على الدولة وأرادوا الاستقلال، إذن فيه يعني هذا الفرق يعني موجود، ويمكن أن نقول بأن فيه علاقة بين يعني العملية وبين الاتفاق، من ناحية أن هؤلاء الإرهابيين يعني يريدون يعني إرسال رسالة إلى يعني الحكومة المالية وإلى الجزائر وإلى المجتمع الدولي عامة، يعني مفادها أنهم يعني إذا اتفقتم يعني ضدنا فإننا سنشعركم بأننا يعني قادرون على ضربكم حيث ما أردنا وكيف ما أردنا ومتى يعني ما أردنا، يعني فأنتم تريدون أن تجعلونا على الهامش وتتفقون بينكم ضدنا ونحن قادرون على ضربكم وعلى الإطلال برؤوسنا حيث ما أردنا وكيف ما أردنا ومتى ما أردنا، لأن فهذه الرسالة هذه هي مضمون يعني الرسالة، ويجدر بالقول بأن يعني العملية أيضا تتزامن مع يعني تسلم الحكومة المالية لمعدات عسكرية وبالطائرات مقاتلة حربية جديدة يعني من الحليف الجديد،
روسيا، ويعني مراسيم تسلم هذه الطائرات تكون اليوم بالضبط في مطار باماكو الدولي، وتتكون من 30 طائرة مقاتلة جديدة يعني من كل الطرازات، وبالإضافة إلى معدات عسكرية جديدة من الطراز الأول يعني كثيرة. إذن فهؤلاء الإرهابيون، هذا أيضا من ضمن الرسالة التي يريدون إرسالها، أننا يعني مهما تسلحتم فإننا قادرون على ضربكم وعلى يعني الإضرار بكم، ونحن نريد أن يعني نبرهن لكم بأنكم لستم قادرين على القضاء علينا وعلى يعني وعلى الإضرار بقدراتنا العسكرية. نعم. فهذه هي نعم سيد محمد يعني بن مصطفى، في بيان الجيش المالي جاء فيه هو رجح فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية، هكذا جاء في بيان الجيش المالي أن هؤلاء الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية. يعني أي أطراف خارجية هذه يمكن أن تدعم الجماعات المسلحة في مالي؟ نحن إذا جاءت مثل هذه العبارة يعني غير صريحة في العبارة السياسية عندنا، فإن العبارة لا يراد بها غير فرنسا، لأن يعني فرنسا بعد أمرها بالإجلاء من البلاد فإنها قادرة يعني على طعننا في الظهر بكل الوسائل. أنتم تعرفون بأن فرنسا اتهمت يعني سابقا يعني باللعب بالإزدواجية في الحرب على الإرهاب التي جاءت يعني من أجلها أساسا، وهذا هو يعني سبب يعني إجلائها يعني أيضا أساسا، أنها تعمل بالإزدواجية وأنها لا تحارب هؤلاء الإرهابيين يعني بكل ما أوتيت من قوة وعتاد وباستعلامات وبالاستخبارات العسكرية وبكل طائرات وبطائرات بدون طيار وبكل ما أوتيت من قوة، فإنها ما كانت أن تعجز عن القضاء على هؤلاء يعني الأفراد في الصحراء وفي أماكن يعني هي تعرف مخابئهم ومواقعهم وأين هم، وما كانت فرنسا أن تعجز القضاء عليهم لو كانت جادة، لو كانت يعني تعمل لا تعمل بالزواجية، فهي تعمل بالزواجية هكذا اتهمت لأنها تعمل بالزواجية، وأنها يعني تأتي الحكومة المالية بوجهين. إذن فبعد أمرها بالإجلاء فإنها يعني هي أيضا تحاول أن تدخل من النافذة بعدما خرجت من الباب. طيب سيد محمد، إذا صح ما ترجحه وما تقوله حول أن بيان الجيش يقصد بالأطراف الخارجية التي دعمت هذه الجماعات المسلحة هو المقصود به فرنسا حسب ما رجحته أنت، إذن الرسالة هذه هي رسالة فرنسية وليست رسالة من الجماعة المسلحة هذه؟ هي رسالة منهم، لأنهم قاموا بالعملية مباشرة، هم الذين نفذوا العملية مباشرة، الرسالة منهم. لكن ضمنيا رسالة فرنسا تأتي ضمنيا، يفهم يعني نحن نفهم ضمنيا بأنه أي إشارة أي تلميح في العبارة السياسية من ناحية الإضرار بالأمن الوطني وبالاستقرار فإنه لا يؤثر به يعني لأنها ناقمة على الدولة ومرحلة انتقالية وناقمة. نعم سيد محمد، المكان الذي وقع فيه هذا الهجوم هي بلدة تسيت، تقع في الحدود بين النيجر وبين مالي، النيجر وبوركينا فاسو، هكذا دلالة المكان في حد ذاته، هل لذلك دلالة معينة؟ لا
نعم العملية وقعت في المنطقة الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهذه المنطقة هي أخطر المناطق يعني التي ينشط فيها الإرهابيون. فإن هذه يعني هذه المنطقة يعني تعد أخطر يعني المناطق، لأنهم يعني يعملون عمليات إرهابية في مالي ويفرون نحو بوركينا فاسو ونحو يعني النيجر، يعملون في بوركينا فاسو ويعملون في النيجر، لأن فهذه هي هذه المنطقة هي المنطقة الأخطر ويعني الأكثر يعني واضح. نعم 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 واضح الفكرة. أعتذر لمقاطعتك بسبب ضيق الوقت سيد محمد بن مصطفى سنكري، كاتب صحفي وباحث في الشؤون الإفريقية، كنت معي عبر سكايب من باماكو، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد بن عمر بن جانة الخبير الأمني عبر الهاتف. مرحبا بك سيد بن جانة. العملية العسكرية هذه التي وقعت أمس تتزامن مع حدث آخر الظاهر أنه مهم جدا في مالي، وهو اليوم ستتسلم مالي 30 طائرة حربية من صنع روسي، وقبل يومين فقط وزير الخارجية المالي كان في الجزائر، وقبله الاتفاق الذي وقع في مالي فقط بيومين أو ثلاثة أيام. الظاهر أن توقيت هذه العملية جدا دقيق، أليس كذلك سيد بن جانة؟ نعم أخي الكريم، أعتقد أن توقيت يعني دقيق جدا، خاصة وأن هذه الحركية بين الجزائر روسيا ومالي بطبيعة الحال لها أبعاد يعني جيوسياسية معتبرة، ودور الجزائر في مكافحة الإرهاب و محاولة مساندة ومساعدة الشقيقة مالي لها بعد، كذلك الدور الروسي في المنطقة له أبعاد، لما يدفع بقوى خارجية لتشجيع هذه العمليات ولتشجيع هذه المجموعات للقيام بعمليات مثل هذه التي وقعت، التي راح ضحيتها حوالي 17 جنديا بالإضافة إلى مدن 5 مدنيين فيما أعلم. وبالتالي هذه العملية أو هذه العمليات لها اعتبارات جيوسياسية متشابكة بين قوى خارجية متناحرة تدفع بشقيقة مالي إلى الاقتتال لاستعمال أبناء مالي الذين يدخلون في إطار ما سمي بالإرهاب، التي هؤلاء الذين يعني لا يسمحون إلى السلم وإنما تقودهم قوى خارجية تتضارب فيما بينها. فبالتالي أعتقد أن هذه العملية عملية لها أبعاد جيوسياسية خطيرة ولها أبعاد دولية. طيب نعم سيد بن جانة، بيان الجيش المالي قال أن هذه الجماعات الإرهابية التي قامت بالعملية استفادت من دعم كبير ومن خبرات خارجية، هكذا فقط. لكن ضيفي من مالي السيد محمد بن مصطفى سنكري كاتب الصحفي والباحث في الشؤون الأمنية من هناك قال أنه يرجح المقصود من هذا أو في هذا البيان هي فرنسا، ما رأيك؟ أخي الكريم، أعتقد يعني بدون ذكر الأسماء أو بدون إشارات إلى جهات معينة، هي جهات بطبيعة الحال فرنسا تمثل بكل تأكيد يعني الحلف الأطلسي، وروسيا كذلك هي الجانب الآخر، فبالتالي هو تقاسم الأدوار، خاصة وأن فرنسا كانت موجودة في مالي وتم إزاحتها وإخراجها من مالي، فلذلك ردة الفعل قد تكون وقد تأتي من هذا الجانب، يعني الجانب الفرنسي الذي يساعد والذي يستعمل ويشجع هذه العمليات على القيام بهذه العمليات. نحن نعرف أن الجيش الفرنسي بقي مدة معينة في مالي لكنه لم يستطع احتواء هذه الظاهرة أي ظاهرة الإرهاب، وبالتالي نوعا ما هنالك نوع من الشك ونوع من الرضا في دورهم في مكافحة الإرهاب، وبالتالي أصبحت حاليا مالي وكأنها مطرح اقتتال لقوى عظمى لقوى كبرى
تتقاتل في هذه في هذا في هذه في هذا البلد. نعم. يعني بالوكالة. نعم أخي كريم. سيد بن جانة آخر سؤال. بعد هذه العملية الاتفاق الذي حصل في مالي مؤخرا هل هو مهدد أم لن يؤثر فيه تماما؟ أخي الكريم أعتقد أن الاتفاقات أو الاتفاقيات هذه تقريبا هي كثيرة ومتشعبة، لكن ما الذي يجعل أو ما الذي يستطيع أن يحتوي هذه العمليات الإرهابية؟ هو بطبيعة الحال الحاضنة الاجتماعية أو الشعب المالي يعني بقدراته الذاتية، هو الوحيد الذي يستطيع أن يحتوي هذه الظاهرة، وكذلك ضمن إطار الدول المجاورة يعني النيجر وبوركينا فاسو، وهذه الدول يجب أن تتضافر، هذه الشعوب يجب أن تتضافر لتحارب هذه الآفة التي يعني دورها وظيفي، دورها يقوم بتخريب وإضعاف هذه الشعوب. دون ذلك أخي الكريم تبقى هذه العمليات، يعني عندما تدخل عملية من هذه النوع كاقتتال أو ك يعني الحرب بالمثالة لدول كبرى تصبحت يعني هذه الشعوب لقمة سائغة في أيدي الإرهابيين للأسف. نعم أخي الكريم. نعم سيد بن عمر بن جانة الخبير الأمني كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام الظهيرة متواصلة بعد فاصل قصير، تفاصيل الأخبار المحلية لا تبتعدوا.